كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ اليوم لنعمل مقلب. انا اخليكم امهاتكم اليوم اول يوم بالعيد. انا امي والله العظيم بعمرها ما مدت ايد علي بعمرها بنوبها امي، يعني من تبعاتي ابي كثير. فاليوم لنستفز الوالده لنشوف اذا راح كثير حستفز. راح نساوي فيها مقلب انه عم نشرب كحول، راح نحط ريد بول بالكاسات وانا صغير هيك اعمل جو على اساس اني هيك اني سكرت، ولشوف ردة فعلها. خايف مثلكم لانه قصة كثير كبيرة، بس على كل يوم يلا صب 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 صب. عزام انا سكرت بس من ريحة جراماتك مو من دانت شو عقلي. تمام يلا ليك هلا رح نشرب شوي، بس ما تعبيها قبل ترجع اشربها عشان تبين انه زمان. اخفوها هدول العلب، اخفوهم هدول رح نخفيهم. وبتروح انت عزام ليك امي كثير بتحبك انت وهيك، روح لعندها وقلها انه مثلا انه خلي شوف شو عم ساوي بحاله ليش هيك، انه سوي حالك انه انت الفهيم بيناتنا. تمام مع انه امي اكيد ما رح تصدق بس يعني. اوكي هون رح احط هاي الكاميرا هيك. تمام هلا هي امي بشكل عام متعوده تشوف انه كاميرا واقفه هون كذا، فطبيعي يعني ما حد استغرب وتفكر انه طبيعي لانه نحن قنعناها انه نحن خلصنا تصوير. اصدقائي حناكل قتله، حناكل قتله، انا اللي حاكل، انتوا بتطلعوا ضحيه. لا بدي اياها خروف على مشاهداته. ايه كليب عن عبد الغام. ايه ماما عوا ترى. ايه الا نعم ها جيب حاول تجيب المصحف. حاول يلا من توتر ما بتعرف شو بعمل. ابو شريق هلا انت تقريبا يعني كم طلقة؟ جبت أنا تحدثت. يا عصام شو هاد؟ ها؟ شو هاد؟ شوفي شو عاملين؟ مو أنت شو اسمه معك نقلت هي بحس بالكراوي؟ شو والله منيحة تعال كمل هادي شو هاد؟ فرجيني فرجيني شو؟ ما في شيء شو هاد؟ شو جايبين شو عاملين؟ خلاص رمضان عادي. شو عاملين؟ خلاص شو يعني خلاص رمضان. شو عادي عادي بيتك سكتي صلي على النبي لسه صلي. وانت كمان انت 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 محجبة انت وانت خلينا كلياتنا طبقنا 18 انت شو يعني انت طبقتك 18 قلت لك رقم 18 شو عاد شو التصرف خلص خلص يا مدخول انت قدوتون شو هاد؟ صلي على النبي. شو هاد؟ كل واحد قبل حمار، كل واحد شو اسمه؟ مسؤول عن حاله. انت قد التيس، شو وضعك؟ انت هذا طبعا جاء ما بيقوس. لا اله الا الله. حاجة عاد، لعب الشوم. هاني خلص شوفوا عم خدمة الان. صب لها صب لها خليها تروح. خلص خلص. ما بدي سم والله بدي اخليها. هديك رايا خالة. وانت كمان بس ماني خالة حدا انا. خلص هدي شوي. الخالق قال ماني خالد حدا بنوم. يلا كل واحد يقوم يروح على يروحوا على بيتكم يلا. وانت سم بالله عمري ما مدت ايدي عليك. شو يعني؟ ايه بعمل لك كفين بصورك يعني مالك. اروح عاد العمل جيل ما بيغسل. انت قدوة، انت قدوة العالم، قدوة الشباب وقدوة ذا الجيل. هاد جايين تجيبوا لي سم الهاري. انت مسوي سبسكرايب يا عيب الشوم هذا خلص رمضان والله كنت بتحبوا كمان يا عيب الشوم عليكم. بروحي تقوم تروح يلا قوم روح لعند اهليكم. انا ما عندي هيك شيء والله لو ابوك موجود والله اللي شافتين عصام يا عيب الشوم هذا اللي هو اللي جابهم يا اخي عصام عصام انا لحظه لعندك بس دخلنا احنا قالوا لنا تعالوا تعالوا جربوا هدول طيبين. ليش عم تكذبوا؟ وانت اللي رحت جبت ما جبت شيء انا هو جابه راح جاب اكل وجابه عصام ما 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 لنا هاي ما ما بتعرف تجيب حدا عصام انت ما بتشوف حدا انا هون. طب ما شو اسمه مش كيف نصور ما بدنا نصور ما بتصوروا ولا بكيفكم هذا الشيء انا ما ممنوع عندي هون بالبيت. طب انا بننزل على الحديقه روحوا لوين ما بدكم بس انا والله العظيم ماني رضيانه ماني رضيانه عنكم يعني بالحديقه معلش قومي معنا لا بالحديقة ولا بغيرها أمي والله ما بسامحكم أمي لأخ أنا برأيي صلي على النبي خالي خالي صلي على النبي نص 1500 خديني كشفي وانسي كل شيء يا عيب الشوم يا عيب الشوم
قوم قوم هات لك قطعتين تلج طابو اخضر قوم جيب لنا المترج تلج تلج جيب لنا اربعة ما بتعملكم شيء لعما في قلبكم شبك خالي ليش عم تضربي؟ ما فيها تلج ولا شيء قوم احمل حالك روح لعلمك يلا يعني شو ما عليكم انت وياه وانت وانت لمن عطي المجي بجي لا عم تبدي ايدك علي انا عندي مليون متابع عم تبدي ايدك علي ايه بدي مد ايدي علي عندي مليون متابع انا تكون لعفه عمى تشربي مقبوله مني خالي مقبوله شوف لاول اخوك راح يجيب اخوك يلا هلا بتشوف يلا بتشوف يلا ايدك لبوس عم نمزح معك حلو هلا هاتي هاتي تلجي تلجي منا انت يا عم هاتي 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 أهلا وسهلا أنا عندي ممنوع ماشي ماشي حبيبي يلا ماشي بربك ما كشلون؟ إيه ماشي هلا جيبي لنا بدل التلج عيادي تأذك أول مرة بنعمل بس بالفعل أنا أول مرة بمد إيدي على وسام بالفعل وطبعا خلتني أضرب لا عندك في راسك عندك ما بترمي هاي أنا يلا تذكران على اساس لازم تفرط شوف بتستروا تمام خلص لا تاخذين عمي اسفين خالد في راسي نعتذر بس بربك صدقت انه نحن حنساوي بس خلص ما انصدمتي لا انصدمت انا بالفعل لانه انا بعرف شو عندي بعرف شو مربيه يعني حسيت اول شيء هيك انه مثل يعني متساهله بعدين بالفعل بالفعل على بعضي انضاجت بالفعل انصدمت هذا ما احقره يا زلمه اعطي لك تنتين خلص من وعدك المره الجايه نسوي يعني يلا ما ايه عم تحلموا عم تحلموا هاي شو بجنينه عادي خلاص لا تواخذين امي ها بمزح معي رح تديه لاخوي يشرب معنا ولا شو بمزح معك ها تجاي تطلع يا مشو انت يخرب بيتك انه انا تتمزمز مو راح تكروعها فكرة ارمور موفقين بتمنى تكونوا قدوة للمتابعين للعالم كله لا ولا يهمك والله يوفقهم اوكي اصدقائي اول مره باكل كف من الوالده ابن الكف نحن بنعمل تقليعه لهون بكون خلص ولهون بكون خلص الفيديو تبع اليوم اعطونا لايك اذا حبيتوه وبنجوز بكره ننزل لكم فلوغ بنحبكم كثير 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 بنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله احبكم